بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا المثال الثاني يطلب حساب الافشنسي المحولة عند 60% من الفولود. نقرأ المثال. يقول محولة 600 كي في اي، يعني قدرة مع المحولة الفولت امبير الريتد الى 600 كي في اي، سنجل فيز ترانسفورمر وين وركينج ات يونتي باور فاكتور، لما تشتغل بمعامل قدرة واحد هاز ان افشنسي اوف 92%، الها افشنسي 92% باث at full load and also at half load، في كلتا حالتي ال full load وال half load. محولة كفاءتها 92% في حالتين، في حالة ال full load وال half load. وقد واحدنا يسأل يقول هاي المحولة على أي أساس كفاءتها متساوية بال full load وال half load؟ أقول نعم، محولة يمكن تكون كفاءتها متساوية بنقطتين مختلفتين على جانبي كيرف الكفاءة اللي رسمناه بالمحاضرة السابقة. خلينا نرجع نشوفه. هذا الكيرف صعد نوب نزل، فصار الكفاءة أكون نقاطنا على جانبي الكيرف متقابلة، هاي نقطتين متقابلة هي نفس الكفاءة بس مختلفات بيش؟ بالفول لود. فاكو هواي نقاط هسه متقابلة بهذا الكيرف إلها نفس الكفاءة بس شنو مختلفة بيه تيار الفول لود. فهاي المثال مالنا هنا، هنا عندي المحولة مالتي هنا إلها كفاءة 92% في كلتا حالتي الفول لود والهاف لود، إذا ماكو مشكلة. هنا إيد هسه السؤال مالتي بعد ما انطاني هاي المعلومات السابقة، determine the efficiency when it operate at 20 power factor، هم المحاولة تشتغل بال power factor unity و 60% من full load، يعني x يساوي ايش قد بهاي الحالة؟ يساوي 0.6. إذا قال 70% أقول له x يساوي 0.7، إذا قال لي مثلا 10% أقول له x يساوي 0.1 وهكذا. فأنا قلنا بمقام الإفشنسي x VA cosine phi 2 البسط مال الافشنسي x في اي كوساين فاي 2 x منطيني قال لي x يساوي 0.6 يعني مثل ما قلنا، والفولت امبير 600 كوساين فاي شقد يونتي باور فاكتور هم موجود عندي على المقام مال x في اي كوساين فاي 2 قلنا موجوده، زائدا x سكو دبليو سي وفول لود زائد دبليو ايرون هاي بالمقام. فاحتاج قلنا سابقا بالافشنسي دبليو سي وفول لود زائدا دبليو ايرون، مجهولين احتاجنا ما موجودات بهاي المعادله. فمن اجيب؟ اجيب من المعلومات المعطيات بدايه السؤال، قال لي كفاءه المحوله 92% باث ات فول لود اند هاف لود وعند باور فاكتور يونتي، فكانما انطاني معادلتين عند الفول لود وعند الهاف لود. احل هنا احصل الايرون والكوبر لوسز واجيب اخليها عند ال 60% واحصل افشنسي عند 60%. فاذا انا بدايه الحل لازم احسب الايرون والكوبر لوسز. اجي الحاله الاولى من معطي السؤال بالبدايه قال لي الفول لود وهاف لود، اخذ الفول لود اول مره اقول له بالفول لود الاوتبوت شو يساوي؟ القدره الخارجه، القدره الخارجه تساوي الفول لود يعني كل الكي في اي، لما يقول تيار الفول لود يعني تيار الفول لود التيار فول لود والكي في اي فول لود، فالتيار والكي في اي هي نفسها شباب، الكي في اي والتيار لما يقول نص الحمل يعني كي في اي نص، لما يقول ثلاث ارباع الحمل هم ايضا كي في اي معناه ثلاث ارباع. فاذا قال لي عد الفول لود اذا كي في اي كلها كامله 600، ايش قد باور فاكتور حتى حصل اوتبوت بالين؟ اوتبوت مثل قدره بالكيلو واط الاوتبوت. زين ايش قد باور فاكتور؟ قال يونتي، فاذا 600 في 1 عند عند الفول لود الاوتبوت باور تساوي 600 كيلو واط. زين ايش قد الانبوت؟ هو منطيني افشنسي 92%، فاقول له الانبوت تساوي اوتبوت على افشنسي، انبوت تساوي اوتبوت على افشنسي، افشنسي اوتبوت على انبوت، افشنسي output على input، اذا input يساوي output على efficiency، efficiency بس اخليها بصيغتها الكسريه 0.92، حصلت تساوي 652.2 كيلو واط. اذا total losses output ناقص input تساوي 52.2 كيلو واط. هاي total loss تساوي iron losses زائد شنو؟ زائد copper losses WCU full load، انها حاله الفول لود، WCU full load زائد W iron تساوي 52.2 كيلو واط. هسه حصلتنا مجهول هنا عندي موجود معادله رقم واحد، معادله رقم اثنين ات هاف فول لود قد الاوتبوت؟ بهاي الحاله الكي في اي راح يصير نص، بدل ما هي 600 راح تصير 300، والباور فاكتور ثابت هو قال لي 1، 300 في 1 300 كيلو واط. زين انبوت شو تساوي؟ انبوت تساوي اوتبوت على افشنسي، افشنسي 92%، صار 326.1 كيلو واط. اذا توتال لوسز 326.1 ناقص 300 يساوي بهاي الحالة يساوي 26.1 كيلو واط. هاي اللوسز هي عبارة عن شنو؟ دبليو سي يو بهاي الحالة ايش راح يساوي؟ مو مثل مساع اعتبرنا دبليو سي يو لان حالة فول لود، ناو دبليو سي يو شو يساوي؟ دبليو سي يو يساوي اكس سكوير في دبليو سي يو فول لان نص الحمل، اكس يساوي نص فيصير عندي اكس يساوي نص،
اكس سكوير بهاي الحالة اكس سكوير نص سكوير دبليو سي او فول لود ويساوي ربع في دبليو سي او فول لود. هاي شنو الكوبر لوسز؟ اذا اللوسز تفاصيله هنا ابحاث نص الحمل تساوي دبليو سي او عندنا هنا اللي يساوي 0.25 دبليو سي او فول لود عبرنا عنها بذات دبليو ذات دبليو سي او فول لود زائد دبليو ايرون. دبليو ايرون ثابته شو تساوي؟ تساوي هاي ناقص هاي اوتبوت ناقص انبوت او عفوا انبوت ناقص اوتبوت 26.1 كيلو واط. هاي معادله رقم 2 بها مجهولين دبليو سي فول لود زائد دبليو ايرون. احل معادله 1 ومعادله 2 احصل الدبليو سي فول لود 34.8 كيلو واط، دبليو ايرون 17.4 كيلو واط. احطها بعد 60% احصل. طبعا هسه هو انا راح احسب بطريقه يعني تفصيليه، انا راح اجيب قانون الافشنسي احصل اقول قانون الافشنسي اكس نا اكس 0.6 فولت امبير يساوي عندي كوساين فاي 2 1 على اكس جواب المقام اكس هي قلنا 0.6 فولت امبير كوساين فاي الثانيه زائدا اكس سكوير 0.6 سكوير في دبليو سي وفولو حسبتها زائد دبليو ايرون ومن عندها احسب الافشنسي بشكل مباشر. او هنا هو شو مسوي؟ جاي حاسب الاوتبوت بهاي الحاله 600 في 0.6 في 1 وحاسب الكوبر لوسز 0.6 سكوير في دبليو سي وفول لود طلعت بهذا الشكل، وحاسب الايرون لوز بعد ثابته نفس يجيبه اجى حسب التوتال لوسز دبليو ايرون زائد 12.5 3 كيلو واط 29.93 كيلو واط. اجى خلاها مباشره الاوتبوت اللي هو 360 على 360 زائد التوتال لوزز حصل افشنسي 92.3%. بس قلنا احنا المفروض نخلي مو مرتبه بعد مرتبه ثانيه ورا الفرز. اي افشنسي تحسبون شباب وهذا مطلب خاص تحسبوه لاربع مراتب من تضرب في 100 يصير 2 صحيح و2 مثل كسور. زين نجي للسؤال الثاني اللي هو قال لي محوله نوعيتها ديستريبيوشن ترانسفورمر 40 كي في ديستريبيوشن ترانسفورمر. هاي المحوله لها الايرون لوسز لها منطين ايرون لوسز لها ثابته اللي هي 500 واط والفول لود كوبر لوسز يعني دبليو سي او فول لود منطانيه حلو بشكل مباشر 500 واط. ترانسفورمر سبلاينج لايتنج لود محوله جهاز حمل لايت سماهم لايت مو لايت بس الباور فاكتور يعني مالته يساوي يونيتي ومنطيني لود سايكل ازاز اندر بدوره حمل كما مبين بالشكل. بالفول لود لاربع ساعات والهاف لود لثمان ساعات والنو لود ل 12 ساعة. فول لود 4 ساعات، هاف لود 8 ساعات، وبالباقي الباقي من اليوم ايش قد بقى؟ 24 ساعة، عندي 4 و 8 12 بقى 12 ساعة، بال 12 ساعة الباقي شوف نو لود بال 12 ساعة الباقية. طبعا ممكن محولة بال 12 ساعة الباقية مو نود ممكن تنفصل من الحمل، يعني اقول له ممكن اقول له بال disconnected from the load disconnected from the supply بال 12 ساعة المتبقية. هاي شنو هاي شلون معناها؟ هاي مرات معمل مثلا يشتغل لمدة 4 أو 8 ساعات بالفترة المتبقية طفي المعمل ماكو داعي المحاولة تبقى تشتغل يفصلها من جهة الضغط العالي. فالمحاولة disconnected مو من اللود disconnected from the supply. ايش تختلف هاي الحالة عن هاي الحالة؟ إذا فصلناها من المصدر بهاي الحالة ايرون لوسز ما تكون موجودة، بس إذا بقت مربوطة بالمصدر تشتغل محاولة بالنو لود يعني مثل هاي الحالة محاولة بالنو لود. إذا محاولة بالنو لود ماكو اوتبوت بس شنو عندي؟ عندي ايرون لوس كوبر لوسز ماكو بس عندي ايرون لوسز. زين بالنو لود مثل ما قلنا ما عندي كوبر بس عندي شنو؟ عندي ايرون لوسز. ريكالكوليت ذا اول داي افشنسي بالترانسفورمر. عندي ثلاث مودات، مود الاول اربع ساعات بالفول لود والمود الثاني بثمان ساعات بال تشتغل بالهاف فول لود و12 ساعة متبقية بالنو لود. نجي هسه احنا منطين ايرون لوسز 500 حولها لصيغة الكيلو واط يعني القدرة كيلو واط اور 0.5 كيلو واط والفول لود سي لو سي يو لوسز بال كوبر لوسز تساوي 500.5 كيلو واط دبليو سي يو فول لود. دبليو سي يو ات هاف لود ايش قد؟ لانه عندي فول لود وهاف لود. بالهاف لود ايش قد؟ راح يصير نص تربيع ربع يساوي في 0.5 يساوي 0.125 كيلو واط. زين ايرون لوسز ان 24 اور ايش قد راح يصير؟ ايرون لوسز ثابته مو قلنا فقد الثابت ايرون لوسز هي ايش قد منطيني اياها؟ 0.5 كيلو واط. فراح يصير هسه عندي ايرون لوسز ب 24 ساعه 0.5 في 24 ساعه 12 كيلو واط. زين اذا قال لي بالمود الاخير
فصلنا المحولة من الحمل بال 12 ساعة disconnected from the source، راح يصير بهاي الحالة الايرون لوسز مو ب 24 ساعة فقط ب 12 ساعة، فيصير 0.5 في 12. بس هو هسه ما قال هذا الكلام، قال لي محولة بالمود الأخير بآت نو لو تشتغل، فإذا بقت مربوطة بالمصدر ايرون لوسز تبقى ثابتة، فإذا 0.5 في 24 خلال 24 ساعة صار 12 كيلو واط اور. نجي نحسب الكوبر، المشكلة بالكوبر لوسز، كوبر لوسز مو ثابت بالمود الأول فول لود، فإذا مقداره لمدة المود الأول يجد 4 ساعات بالفول لود، فإذا 0.5 في 4. المود الثاني هاف لود صار ايش قد الكوبر لوسز بالهاف لود؟ صار شوفوا هاي حسبنا دبليو سي ات هاف لود 0.125، فاذا هنا وين وين وصلنا وين؟ هاي هنا 0.125 اللي هو كوبر لوس عند نص الحمل في لمده 8 ساعات، شوفوا عند لمده 8 ساعات زين جمعناهن حصلنا 320 كيلو. بالمود الاخير ماكو كوبر لوز زي المحاولة تشتغل بال النو لود، اذا حصلنا الكوبر لوسز والايرون لوسز 24 ساعه والكوبر لوسز ان 24 ساعه، العفو الكوبر لوسز ان 24 ساعه 3 والايرون لوسز ان 24 ساعه. نجي هسه حسب القائمه ما قد التوتال لوسز ان 24 ساعه في 24 ساعه، قال له 12 و3 صار 15 كيلو واط اور. زين جيد الاوتبوت ان 24 ساعات وتساوي بالمود الاول ايش قد بالفول لود هي 40، ايش قد كيلو واط بالمود الاول؟ لازم احول الكيلو واط بالمود الاول اللي هي فول لود، باور فاكتور مال المحوله ايش قد بالمود الاول؟ مرات انطي الباور فاكتور مختلف، يعني بكل مود انطي باور فاكتور مختلف، بس بالمحوله هاي كل في كل مودات مات الباور فاكتور شنو؟ يونتي. بالفول لود ايش قال الكي في اي 40، ايش قال الباور فاكتور 1؟ اذا 40 كيلو واط في 4 ساعات بالمود الاول، 40 في 4 ساعات. بالمود الثاني هاف لود، اذا هاف لود يعني ايش قال؟ يعني 20 زين 20 ايش قال الباور فاكتور 1 همه، فاذا 20 كيلو واط لمده 8 ساعات، فصار المود الثاني شوفوا 40 في نص في 8 ساعات. المود الاخير ما عندي اوت بوت انرجي انه محوله بالنو لود، فصار هذا الحد زاد هذا الحد فقط 320 كيلو واط اور. اذا صار اول دي افشنسي 320 على 320 زاد 15 اللي تمثل هاي 15 توتال انرجي لوس، صار هسه افشنسي بالانرجي مو بالباور، صار 95.52%. شكرا جزيلا لكم.